يودع الدمشقيون شهر رمضان تحضراً لعيد الفطر، يملؤون الأسواق للتبضع والتزين استقبالاً للعيد وتزييناً يليق به، في ازدحام لم يسبق لأسواق دمشق وشوارعها منذ سنين، خصوصاً لكون هذا العيد هو الأول بعد تطهير دمشق وانتهاء الحرب فيها بشكل نهائي. قادئ لهون نحن مشان نعيد ونبسط عندكم هون، حلويات حلوة طيبة كتير كتير، والسوق عندكم كتير غير الشكل، والقعدة والمطاعم غير الشيء. عيد مختلف عن العيد الأولانيات اللي مرقت، تعرف الأزمة كانت العالم مضغوطة وشوية هيك نفسياتها تعبانة، كله مروي وبس بده يشتري وبده يحلي وبده، والمحلات صارت تفتح، كنا نسكر على بكير هلا صرنا نفتح للسحور الحمد لله. تتبرج الأسواق في آخر ليالي شهر رمضان باللباس الجديد وكل الأطايب والحلويات بأنواعها، مزينة بالمكسرات من الفستق والجوز واللوز، ما طاب منها وما لذ بأبهى أشكالها وأنواعها، مراعية تنوع الأسعار بما يحاول أن يناسب شرائح أكبر من الأهالي. في عنا حلويات كتير نشتغلها، في المعمول وفي البرازي، في غريبة، في العجوة، في البقلاوة، في ممتاز عنا، في مبرومة شرحات،